نفسي الناس كلها تتعلم الزراعة النظيفة، الخضار كله يبقى كويس. انا نفسي كل البلد ما يبقاش فيها حد امي خالص، ان انا ببقى حد صاحب شركه كبير خالص مشهور معروف، نطلع انتاجنا ونشغل عملتنا ونصدر محصولنا. انا نفسي بقى ابقى سترونج اندبندنت وومن. على مدى العشر سنوات الماضية وتحديدا منذ عام 2012، ساعد مشروع برايم بعض أفكر سكان الريف في 7 محافظات في مصر على تحسين سبل عيشهم وحياة من حولهم. هدف المشروع هو المساهمة في الحد من الفقر الريفي في مصر من خلال زيادة دخل 50,000 أسرة ريفية عن طريق دمجهم في سلسلة القيم الزراعية. الحقيقة اللي بيختلف فيه هذا المشروع عن باقي المشروعات إن هو مش بيهتم بالمنشآت على قد ما بيهتم ببناء العقول وتطويرها، فده ميزة من المزايا اللي بتميز مشروع برايم واللي بتخليه مختلف واللي خلتنا نقدر نتحرك لقدام بشكل كبير جدا. اعتمد مشروع برايم على عدد من المحاور الأساسية. المحور الأول والرئيسي هو تحسين أساليب الزراعة عن طريق الندوات التعليمية والحقول الإرشادية التي تعني بنشر المعلومات عن كيفية الزراعة السليمة، بداية من اختيار نوع المحصول ومرورا بعلاج المشاكل التي قد تواجه المزارع ووصولا لمرحلة الحصاد. كذلك اهتم المشروع بإدخال محاصيل غير تقليدية وتدريب المزارعين على طريقة زراعتها الصحيحة. اتعلمنا من برايم ومكتب ايدام مع الشراكة مع بعضهم عن الزراعة النظيفة عشان نحولها عن زراعة عضوية. عن في اللو كنا نستخدم مبيدات والأسمدة الكيماوية، الوقت علمونا عشان نزرع الخضار ده من غير أسمدة ولا غير مبيدات. ده نخلطه مع بعضين، نجيب ده مع ده مع الشطة ونسيبها مع مية الري، ده يقتل النباتودة. أنا حضرت ندوات ومحاضرات تدريب على زراعة البطاطس والبصل، كنت بزرع لي 3-4 فدي. النهاردة أنا بزرع لي تحت 30-40 فدي، اللهم صل على النبي، الدخل زاد يعني والحمد لله. المحور الثاني من محاور المشروع هو رفع القدرة التسويقية عن طريق عمل زراعات تعاقدية وعقود تسويقية لتوريد وبيع منتجات المزارعين التابعين للمشروع. يعمل مشروع برايم معهم عن طريق فريق الإرشاد الذي يتابع مع المزارعين يوم بيوم ولحظة بلحظة. كل المصدرين أو التجار أو اللي طالبين المحصول بقوم بياخدوا الصنف الجديد عشان خاطر المواصفات الجيدة وأصبحوا مش عارفين. مجموعة بعض عملنا الجمعية، قلنا عشان يسهل للمزارع ان هو يسوق محصوله، ان هو نجيب له مستلزمات الانتاج بتاعته، فيعني جت هنا يعني احتياجه للجمعية بالشكل ده. كان المحور الثالث كمان اللي احنا كنا حريصين عليه هو الربط ما بين مكون التسويق ومكون الإقراض. احنا بنرفع قدرات المزارع، فكمان بنخلي من اخذ قرض هو اللي بيشتري من المزارع اللي اتدرب من مشروع برايم. مشروع برايم الموال من منظمة الإفاد، اشتغل مع جمعية بادل لتنمية الصعيد في الفترة من 2017 لغاية اللحظة اللي احنا فيها، لما ظهرت مشكلة كبيرة جدا هي مشكلة وجود هدر في محصول الرمان بنسبة تتعدى 30%. بدأنا ان احنا ناخد الرمان الهدر ونوجد قيمة مضافة ليه بالتعاون مع الجمعية. بعد كده بدأ التدخل الأكتر ان احنا محتاجين نطور وحدة انتاج دبس الرمان اللي احنا بنشتغل بيها يدوي، عبارة عن عصارات يدوية. فكانت حاجة عظيمة جدا انه الإفاد ساعدنا ان احنا نحصل على عصارة تشتغل بالكهرباء بتفصل ما بين القشر والحب والبذر. القشر بنصنع منه حنة وصماء ومنتجات كريم، الرمان المفصص بنصنع منه رمان مفصص ودبس وعصير، البذر بنصنع منه زيت، وبعض الحاجات التانية اللي بتدخل في الحاجات المضادة للأكسدة والحاجات اللي خاصة بالأدوية. فده كانت عبارة عن تعاونيات بالتعاون مع الجمعية بترفع دخل المزارع بطريقة غير مباشرة عن طريق الزوجة اللي هي موجودة وعضوة معانا في الجمعية. حرص مشروع برايم على الاستفادة من الدور الكبير الذي تلعبه المرأة في الريف المصري، فالمحور الرابع اهتم بإدماج النساء بتدريبهن ومساعدتهن على بدء وتشغيل المشاريع الصغيرة. بلغت نسبة أنشطة النساء في مشروع برايم أكثر من 30% من حجم أنشطة المشروع، وكان له أثر إيجابي كبير جدا على المرأة وعلى السيدات في المجتمعات الريفية. لما بروح الحصة هنا
ولقيت نفسي عايزه فرن تاني عشان الشغل بيزنق عليا، ابتديت بقى اطور يعني كده نفسي، اشتريت الفرن ده عشان يساعدني في شغلي. الحمد لله برضو من الشغل ده وضبت الدور اللي تحتينا ده، كان على سقف بس يعني، وكان على الطوب زي كده، وضبته من جميعه، كهرباء وكل حاجه اساسيه بقيت عملتها فيه. احنا كمان في مشروع برايم اتجهنا ناحيه التحول الرقمي، وانشانا اول تطبيق الكتروني لبيع منتجات صغار المزارعين، تطبيق شاري. هذا التطبيق الحقيقه له اثر كبير جدا في ان المزارع قدر ان هو يبيع حاجته بشكل الكتروني من غير ما يحتاج انه ينتقل. كمان عمليه نقل المعرفه، احنا اهتمينا بالمدارس الحقليه الالكترونيه، دربنا سيدات ودربنا شباب ودربنا رجال يقدروا ان هم يخشوا ويحضروا دورات بشكل إلكتروني، ونعمل حقل إرشادي بسيط. وكمان احنا أطلقنا حملة هي الأكبر تقريبا دلوقتي في قطاع الزراعة، هي حملة اسمها ازرع صح. ازرع صح فكرتها بتقوم على ان احنا نخلي المزارع قادر ان ينشر المعلومة لغيره من خلال هذه الحملة. أيضا احنا عملنا المعلومة في أكثر من صورة. من ضمن مكونات مشروع برايم أيضا الإقراض، الذي يشمل عقد اتفاق مع برنامج التنمية الزراعية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسميدة. تم إقراض عدد كبير من المزارعين تجاوز 30,000 مزارع. دعم اللي خدته من بلكو وداني التجاوي، زرعت تجاوي كويسة وتعاقد معايا على المحصول، وبدأت إن بدأ يبعت لي دكاترة تشرف على المحصول بتاعي من نرش إزاي ونسمد إزاي، وبعد كده خد مني المحصول بزيادة 35% عن الأسعار اللي كنت ببيعها في السوق المحلي قبل كده. حتى لو المشروع توقف فأنا استفدت إني خلق لي شبكة معلومة، يعني شبكة كويسة بالتعامل مع وشبكني بالصغار المزارعين في مناطق مختلفة، فده ساعدني إن أنا ألاقي حد بيشاركني في إن أنا نزرع وإحنا الاتنين نستفيد. الشراكة بتبقى بارتنرشيب، بتبقى شراكة، مش مجرد إن أنا مصدر كبير وهو فلاح صغير فأنا أستغله أو حاجة زي كده، لا، الموضوع شراكة. ولما كانش مبني على الشراكة والوين وين سيتويشن اللي هي مبدأ إن أنت تكسب وأنا أكسب، المشروع مش هينجح ومش هيستمر. طبعا كان من اهم الحاجات اللي احنا كنا بنشتغل عليها فكره استدامه المشروع. احنا مشروع برايم بدا وعمل مجموعه من قصص النجاح، علشان كده احنا اهتمينا ان احنا نشكل او نكون جمعيات ونطورها، وفي اكتر من 178 جمعيه تشارك برايم في تطويرها وتاسيسها. ايضا اهتمينا ان يكون عندنا لجان تسويقيه داخل هذه الجمعيات علشان تكون قادره انها تعمل تعاقدات مع المزارعين. الحقيقه انا بحلم ان انا اشوف كل مزارعين مصر قادرين ان هم يزرعوا منتجات عالية الجودة تنافس في كل الأسواق العالمية، وده بالفعل احنا وصلنا لجزء كبير من هدفنا. بحلم ان انا كل المزارعين يقدروا يبيعوا منتجاتهم بكل سهولة، واللي ما يقدرش يبيع منتجاته يكون عنده الابتكار وعنده الآلية اللي من خلالها يقدر يحسن ويرفع قيمة المضافة على منتجه. وبحلم بشوف مجتمع ريفي بيعيش حياة مليئة بالسعادة ومليئة بالتنمية ومليئة بالعناصر الانتاجية، ونشوف القرية الريفية المنتجة اللي كانت موجودة أيام زمان تعود وتستمر وتتطور وتكون قادرة ان هي تعمل تصدير وتعمل نقلة مجتمعية. والحقيقة الدولة المصرية بتدعم هذا الاتجاه، والوزارة بتقوم بجهد كبير لتطوير هذا الاتجاه، وان شاء الله نشوفه عن قريب جدا ويكون قائم، ويكون برايم واحد من اهم الاسباب للوصول لهذه النتائج.